واحنا كنا عاملين فيديو، انا اول مره اشوفه، بس يعني كنا متفقين نعمل فيديو كويس، بس بصراحه مفاجاه حلوه قوي. في البدايه اسمحوا لي اني اعبر عن خالص الشكر لمعالي وزيره السياحه رانيا المشاط، ومعالي وزيره الثقافه ايناس عبد الدايم، وطبعا السيد اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر لدعمهم الكامل لينا، واللي كان له سبب رئيسي في الوصول اللي احنا فيه ده النهارده. عايز اشكر طبعا المهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس على ايمانكم بينا وافكاركم اللي بتشاركوها معانا وتوفيركم لكل الامكانيات والروح الايجابيه اللي امدتونا بيها وحاجات كتيره اتعلمناها منكم. ما عنديش كلام الصراحه يقدر يعني لكم حقكم، فبجد بشكركم. عايز اشكر شكر خاص للمهندس خالد بشاره الرئيس التنفيذي لشركه اوراسكوم ديفلوبمنت، واللي ادانا كل الدعم السنه دي، وتيم الجونه كله من يعني كل التيم، لان احنا عشان نوصل للي احنا وصلنا له ده كله ما كناش نقدر نعمله من غير دعم كل يعني الجونه والتيم بتاعنا كله، وطبعا الدوله، فبوجه لهم شكر خاص. طبعا عايز اشكر كل الفنانين اللي شاركوا في اغنيه المهرجان، احنا ما يعني ما ادينا لهمش حقهم. الناس دي لما فكرنا نعمل الاغنيه كله، من يعني اول ما قلنا هنعمل اغنيه المهرجان كله تبرع بوقته ومجهوده وقرروا ان هم يشاركوا معنا في الاغنيه، فانا بشكرهم كلهم. اشكر كل ضيوفنا الاعلاميين، وشكر خاص للرعاه والشركاء الاعلاميين، وبيهم احنا حققنا النجاح ده، مش بس في اننا نبرز مهرجان الجونه السينمائي كواحد من المهرجانات الرائده في المنطقه، ولكن ساعدونا في اننا نظهر جمال مصر الحقيقي لكل العالم. احنا عدى سنه علينا من السنه اللي فاتت بعد اول دوره من المهرجان اللي فيه فريق كبير شاركوا عشان يقام، فاحنا مش عايزين ننسى الناس اللي ابتدت معانا السنه اللي فاتت واللي معانا السنه دي في الدوره الثانيه. وكمان ده مش كلام بيترتب بيتقال في المواقف دي، لكن فعلا من قلبي انا بقدر كل شخص، مش بس التوب مانجمنت، انت بشرى وكمال وانتشال وامير، بس كل الناس من اول عامل النظافه، العمال، الامن، لان هم دول اكتر ناس تعبت معانا وكانوا بيسهروا لحد الساعه 6 الصبح وطلعنا عينهم بصراحه. وكان كلهم قلبهم على المهرجان، مش مجرد بيتعاملوا معاه كانه مشروع وخلاص، وبمنتهى الاخلاص ادوا حته من روحهم له. الساده الحضور، الايام اللي فاتت دي كانت نتيجه جهد وتعب شهور طويله، حاولنا نقدم حاجه ترضي محب السينما في مصر والعالم كله وتليق بسمعه مصر. نتمنى نكون عند حسن ظنكم، ونوعدكم ان حماسكم والطاقه الايجابيه دي تكون وتشجيعكم لينا هيدينا طاقه ملهاش حدود، عشان السنه الجايه نقدم لكم دوره ثالثه تليق بجمهور وصناع زيكم، واللي جاي اكيد افضل واكبر بيكم وبسببكم انتم بشكل رئيسي. وبجد شكرا.